صباح الخير. صباح النور. مشكورة. حاضرين. أهم شيء قدرت تقرأ خطي. لا ما شاء الله خطك في الكتابة وايد حلو. صدق؟ عاد تصدق أنت أول شخص يقول لي كذي؟ أصلاً لازم يكون حلو. مشكور. أهم شيء تكون استفدت. ما شاء الله تلخيصك وايد ممتاز. حسيت نفسي معاكم بالمحاضرة. الحمد لله، هذا أهم شيء. ممكن أطلب من استلاب؟ خير؟ ممكن لو الو الو يا ثقل دمك، ما لقيت الدق الا الحين؟ ايش تبي؟ ليش صاير؟ توني بطلب رقمها عشان تتصل وتخرب عليك كل شيء. شنو انت معاها الحين؟ ايه معاها بالحلم.